بيحصل ان اهله ليهم رغبه ان هم يصلوا بيه على السيده نفيسه ويطلعوا من مشرحه زينه مع السيده نفيسه، ومن السيده نفيسه يطلعوا على بلده ميت غمر يدفنوه. زمايله الثوار قرروا ان هم يعملوا جنازه بنعش رمزي من القصر العيني للتحرير بمسيره. لازم الناس تعرف ان في شهيد ميت برصاصه في الثوره اللي الامن كله قال ان ما انضربش فيها رصاص. وحيا دمك يا شهيد، وحيا دمك يا شهيد، احنا معاك في يوم الدين، احنا معاك في يوم الدين. التقرير كان بيقول انه بسبب نقص حد في الدوره الدمويه. كلنا مصدومين طبعا ومستنيين التقرير النهائي انه يطلع مظبوط ان شاء الله. الهبوط في الدوره الدمويه نتيجه اطلاق ناري، ورفضوا ان هم يطلعوه من مشرحه القصر العيني ويطلعوه من مشرحه زينب. اسمه احمد محمد صلاح للسيده زينب.